Aynen ateşi yanacak biraz daha. Biraz daha cehennem olsun hayat, kurtulurum sabaha. Bu gece tutmayın beni, denizlere yakarım belki. سلام الحباب، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله هذا الفيديو هذا يلقاكم في احسن الاحوال يا ربي. ونبداو الفيديو ديالنا بالصلاه على رسول الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. المهم حبابي، كيف ما شفتوا في الصوره وكيف ما شفتوا في العنوان، الوصفه ديال اليوم راها خاصه بصباغه الشعر طبيعيا باللون البني الفاتح. الناس اللي بغاو يصبغوا الشعر ديالهم بصباغه طبيعيه وبغاو يبعدوا على الصبايغ الكيميائيه اللي كناخذوا من المحلات التجاريه واللي كناخذوا من الاسواق، ما عليك غير تجربي هذه الوصفه اللي غنعطيك اختي، خصوصا الناس اللي الشعر ديالهم يعني اللون ديالو فاتح شويه، راه كتخرج معكم من المره الاولى، ما تحتاجوش انكم تعودوها وتعودوها، فقط الا بغيتو نتوما تزيدوا في اللمعان ديال اللون وتزيدوا زعما تعزوا اللون. اما بالنسبه للناس وهذه البنات باش تكون مصداقيه في الوصفه، الناس اللي الشعر ديالهم كحل، يعني داك الكحل اللي كيكون كحل نيت، هذوك ما غاديش نقول لكم انها غتخرج لكم من المره الاولى، ضروري غديروا الوصفه ثلاثه المرات ولا اربعه المرات عاد غتوصلوا النتيجه اللي بغيتو. فقط هذه باش نكونوا متفاهمين، ما تقولوش ليا راه الوصفه ما خرجاتش ولا الوصفه ما ناجحاش نهائيا. البنات الا شعرك كحل غتعاوديها ثلاثه المرات اربعه المرات غتخرج لك هي اللون اللي بغيتي. الا شعرك فاتح غير شويه راه عاوديها المره الاولى المره الثانيه كيخرج، وكيخرج من اول استعمال، خصوصا الناس اللي اللون ديالهم شويه فاتح والشعر ديالهم. وبالنسبه للناس اللي عندهم الشيب، كاين الناس اللي عندهم الشيب كيكون عنيد، خاصنا ضروري نعاودوها جوج مرات ولا ثلاثه عاد كيتصبغ معانا. وما نساوش ان الوصفه راها طبيعيه، راه الوصفات طبيعيين، راه ضروري ما غادي نعاودوهم جوج مرات وثلاثه عاد كيخرجوا. وحتى الوصفه حتى الصباغه الكيميائيه راه كنلقاو مشكل الا بغينا نصبغوا الشيب، ما كيخرجش من الساعه الاولى، وكاين اللي كيبقى حتى كنعاودوا ليه الصباغه عاد كيعاود يتصبغ. المهم حبابي، ما نطولش عليكم الفيديو، اللي بغى يتعرف على المكونات ديال الوصفه يبقى معايا حتى لاخر الفيديو. هادو هما المكونات اللي غادي نحتاجو لهذه الوصفه. هنا عندي اتاي اللي كندقوه اولا كنطحنوه مزيان وكنغربلوه، ضروري ما تغربلوه. المهم القياس ديال الشعر هنا غادا ندير انايا، المهم غادا نقول لكم المقادير وانتوما اللي شعرها طويل غتضاعف الكميه. هنا كما قلت لكم اتاي حبوب اللي مطحون ومغربل، القهوه العاديه ماشي نسكافيه، القهوه حبوب ومطحونه حتى هي وغربلوها باش تكون شويه رطبه، ساشي ديال نسكافيه، اي قهوه سريعه الذوبان ماشي هادي اي نوع، كاكاو مر، القرفه، الحنه البنات اللي بغى يستغنى عليها ما يديرهاش ما يديرهاش، واللي عزيز عليه الحنه يديرها راه زوينه في هذه الوصفه. كما قلت لكم ماشي ضروريه، الا بغيتو ما ديروهاش ما ديروهاش. وهنا عندي القهوه المعصره هي اللي غادي نخلط بها الوصفه، وعندي النشا مايزينا. ودابا غادي ندوزو للطريقه. تقريبا هنا عندي معلقه كبيره ديال اتاي اللي مطحونه، غنديرها كامله، انا راه عندي معبوره هنايا، عندي معلقه كبيره، معلقه صغيره ديال القهوه، معلقه صغيره. وكما قلت لكم اللي شعره طويل يذوب المقادير، معلقه صغيره ديال القرفه، الحنه غادي ندير غير نص معلقه. ها نتوما البنات، انا ما كنديرش الحنه بزاف في الوصفات، هادشي علاش ما غاديش نكثر منها. كاكاو هنا تقريبا معلقه كبيره، ونسكافيه معلقه كبيره،
شفتوا البنات المكونات راه هما كاملين غير زوينين. غنخلطوه مزيان. هنايا كما قلت لكم القهوه المعصره غدا درت هنا كاس وغنبقى نزيد وكنشوف، وانا كنخدم وانا كنشوف القياس. المهم غدا نخلط هاد المكونات حتى يندمجوا مع بعضياتهم. عاد غدا نزيد هنايا المايزينا. المايزينا على حساب، يعني هنايا انا يا شعري ما طويلش بزاف، غندير تقريبا 3 ديال المعالقات، 3 المعالقات، واللي شعره طويل راه غادي يكثر. المهم انتوما 3 المعالقات كبار. ونخلطوا هاد المكونات مزيان قبل ما نديوهم فوق البوطه. ضروري نخلطوهم مزيان ونعطيوهم وقتهم في التخلاط باش ماشي غير نديهم فوق البوطه، خصهم يكونوا انسجموا مع بعضياتهم وطلقوا في بعضياتهم. وحتى داك النشا الا دينا فوق البوطه ما يتحببش معانا. انتما كتشوفوا دغيا انسجم مع المكونات ودغيا هبط، ما بقاش مكور ولا شي حاجه. بهالطريقه هذه كيف ما كتشوفوا دابا راه هو جاهز باش نديوه فوق البوطه. دابا غادا نديه فوق البوطه حتى يبدا يعقاد، عاد غادا نرجع معكم باش نكملوا المكونات اللي باقا ما كملتش معكم. كيف ما كتشوفوا راني ديتها فوق البوطه، والبوطه اللي نقصتها مزيان البنات وبقيت حداها وانا كنحرك، وما تخليوهاش حتى تعقاد. غير يبان لكم بدات شويه ديك المايزينا اولا ديك النشا بدات كتجمع، نطفيو البوطه. الا خليتوها تعقادت راه غادي يعني الوصفه راها ماشي ما ناجحاش. غير تبان لكم بدات كتعقاد صافي طفيو البوطه. ها نتوما كيف ما كتشوفوا كتولي على هذا الشكل هذا. عاد غادي نكمل المكونات اللي غادا نزيد عليها. راه ولات بحال الشكل ديال الصباغه الطبيعيه، الصباغه اللي كناخذو من المحلات التجاريه. غير هذه راه عارفين البنات الوصفات الطبيعيه والله العظيم ما كاين ما احسن منهم. كل شيء فيهم كيعالج الشعر. دابا غادا نزيد المكون هذا، المكون هذا هو راه الخل. الا كان عندكم هذا، عندي انا خل بيض، الا كان عندكم الخل العادي ديروه تقريبا معلقه صغيره. والخل اش كيصلح غير باش كيثبت لينا اللون وكيعزز اللون. معلقه صغيره ديال الخل. الا كان عندكم حتى خل التفاح حتى هو ديروه كيجي زوين معاها، حتى هو كيثبت نفس المفعول. المهم اي خل اولا عصير الحامض حتى هو، المهم اي حاجه بحال هكا اللي كتثبت اللون ضيفوها. هنايا عندي زيت العود اولا زيت الزيتون حتى هو تقريبا معلقه صغيره. وهذا البنات راه الزيت ديال القرنفل. زيت القرنفل كيف ما كتشوفوا انا رفيت حضرته غير في الدار، وكنستعملو بزاف انايا في الشعر في الوصفات. راه ما بقاش عندي، بقى غير شويه كيف ما كتشوفوا. غادا نزيدو هنايا ولكن ضروري حتى غنصفيه غناخذ منه غير شويه غير قطرات منه. الا كان عندكم زيت الكوك حتى هو ديروه، الا كان اي زيت بغيتو تضيفوه لهاد الوصفه دابا ضيفوه. المهم انا هنايا القرنفل حتى هو كيصبغ الشعر. اللي ما بغاش يدير القرنفل ما يديروش. اللي عنده يعني شي حساسيه من شي ماده بحال الحنه ولا القرنفل وما بغاش يديرهم ما يديرهمش. واللي يعني يقدر يدير هاد المكونات كاملين يديرهم من الاحسن. صافي حبايبي دابا غادي نخلطهم مزيان حتى كينسجموا مع بعضياتهم. شوفوا البنات شوفوا كيفاش ولات، راه كتولي رطبه بهذا الشكل هذا، كتولي رطبه وزوينه كتبغي تاكليها. صافي دابا غادي نخليها تتبرد وعاد غادي نطبقوها على الشعر. الطريقه باش غنطبقوها على الشعر البنات، المهم انا قبل ما نقول لكم الطريقه غادي نحولها هنايا.
طريقة البنات راه ساهلة، طريقة الشعر ما يكونش فيه الزيت، يكون الشعر نقي ضروري. هاد الصباغة هادي يكون شعرك نقي، عاد طبقي هاد الصباغة. هاد الصباغة الطبيعية، انا كنقول لكم الصباغة ضروري الشعر كما قلت لكم يكون نقي. والوصفه كنديروها في الليل، وضروري ما نخليوها تبات، ماشي نديروها ونخليوها ساعتين ولا ثلاثه ونقول لك صافي راه غتخرج ليك، نهائيا. ضروري خليها تتبات في الشعر ديالك، بحال ديريها بحال في الليل، وديري السلوفان دوريه شي ساعتين، خليه في شعرك وهي كاينه في شعرك. من بعد حيدي السلوفان وخلي شعرك ينشف، صافي وباتي به. ديري شي زيف ولا شي حاجه وباتي به، هي المهم راه غادي ديك الساعه غادي تكون نشفات. باتي به حتى الغد، عاد غسليها الغسيل عادي بالطريقه العاديه، غسلي شعرك كيف ما مالفه كتغسليه، وباش تزيدي تعزي هاد اللون وباش يتفيكس لك هاد اللون. الا عندك البابونج، البابونج راه معروف، سوا خدي غير 2 دراهم من عند العطار، ديري عليه الماء طايب وخلي ديري توا. البنات ديروه في الليل ملي تكونوا كتوجدوا في هذه الوصفه، وجدوا معكم البابونج، ديروه في واحد القريعه، زيدوا عليه الماء طايب، وخليوه حتى الغد فاش تغسلوا شعركم وتساليوا، شلوا به كمرحله اخيره، شلوا به الشعر ديالكم. نتمنى هذه الوصفه تنال الاعجاب ديالكم، و100% البنات غادا تعجبكم. شوفوا غير المكونات اللي فيها، راهما غيبينوا لكم على مدى النجاح ديال هذه الوصفه. جربوها، وكما قلت لكم الناس اللي شعرهم كحل راه ماشي من اول استعمال وماشي من ثاني استعمال، والناس اللي شعرهم ميل الاشقر ولا ميل اللون الفاتح من اول استعمال غادي تعطيكم النتيجه. يلا احبابي ما تنسوناش من اللي لايك ديالكم، من الدعم ديالكم، وكنشكر الناس اللي انضموا للقناه، وكنقول لكم مرحبا والف الف مرحبا.